يا هلا وسهلا مشاهدي قناة اس بي سي وبرنامج استوديو اس بي سي. اكيد رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة الخامسة بتوقيت السعودية، هو موعدكم مع استوديو اس بي سي بالكثير من المواضيع والفقرات المتنوعة، ونقول لكم حياكم وحي هالعين ويا هلا وسهلا نادر. اهلا وسهلا، مساك الله بالخير ريم. مساء النور ومساء الخير للسادة مشاهدي اس بي سي. حلقة جديدة، مواضيع جديدة ومتنوعة وبرضو مشوقة مع ضيوف في كل المجالات. اليوم راح تكون إن شاء الله على طاولة استديو اس بي سي، عشان كذا مشاهدينا لا تفوتون متعة مشاهدة الحلقة. وأيضا راح نرصد لكم آخر أخبار الشأن المحلي والعالمي، لكن قبل ما نبدأ معاكم بآخر الأخبار والمستجدات خلينا نشوف عناوين فقراتنا لليوم. اليوم العالمي للإذاعة، عراقة وحضور طاغي في المستقبل. وقبل أسبوع على انطلاقته، قادة ورواد الإعلام يجتمعون في المنتدى السعودي للإعلام. وأمراض جلدية تنتشر مع فصل الشتاء، نصائح للتعامل معها. وراح ننتقل معاكم إلى فن الريزن، وماذا تعرف عن فن الريزن؟ وأهمية الوعي بالهوية الشخصية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وقبل ما نبدأ معاكم آخر الأخبار والمستجدات أكيد نذكركم أنكم تقدروا تتابعونا وتشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر هاشتاغ ستوديو اس بي سي. وخلونا نبدأ معاكم الآن آخر الأخبار. يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، والان مثل ما عودناكم دائما البدايه مع ابرز اخبار حلقتنا لليوم اللي نحاول نواكب المستجدات في الساحه المحليه او حتى خارج المملكه. والبدايه ضمن مشروع الاثار الذي يشرف عليه برنامج جده التاريخي بالشراكه مع هيئه التراث، اعلن عن اكتشاف ما يقارب 25,000 قطعه اثريه يرجع تاريخها الى القرنين الاول والثاني الهجري في 4 مواقع تاريخيه في جده البلد. ياتي ذلك ضمن مشروع اعاده احياء جده التاريخيه الذي اطلق مؤخرا للمحافظه على الاثار الوطنيه. أكيد اهتمام المملكة العربية السعودية نادر في المحافظة على الآثار واكتشاف الآثار، والمملكة العربية السعودية هي مهد الحضارات والتاريخ والآثار، فأكيد جدا ضروري وجميل الاهتمام بهذا الجانب. أكيد ريم، بالحديث عن جدة التاريخية يعني لو رجعنا للوراء شوية فترة طويلة ممكن جدة تكون أيضا رابط ورافد كبير أيضا للتجارة العالمية، كانت بوصلة للتجار في الاكتشافات اللي احنا قاعدين نشوفها من نقوش ومن آثار قديمة أو حتى من أيضا يعني تعتبر بعض المقتنيات للمباني اللي كانت على عهد الخلفاء الراشدين. جدة التاريخية ريم هي ربط للماضي وربط للحضارة، قاعدين نشوفها الآن والاهتمام فيها جميل، وبإذن الله راح نكتشف يعني أكيد الكثير والكثير من الآثار اللي في بطن المكان. بالضبط نادر، مثل ما ذكرت وجدة التاريخية ومنطقة البلد يعني من الأماكن التاريخية الجميلة في المملكة اللي الشخص ممكن يزورها ويتعرف على الثقافة والحضارة بشكل أكبر. وخلينا مشاهدينا ننتقل معاكم إلى ثاني أخبارنا لليوم، وبدعم مباشر من أمير منطقة القصيم وبتنظيم وتشغيل من الغرفة التجارية بالمنطقة، انطلقت فعاليات وبرامج مهرجان كليجا الـ15 بمدينة بريدة بمشاركة محلية وخليجية وأكثر من 200 أسرة منتجة. للمزيد حول هذه الفعالية ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ فهد العنزي وهو منظم فعاليات ترفيهية، ويا هلا وسهلا فيك أستاذ فهد. هلا مرحبا، حياك الله. حياك الله، مساك الله بالنور. أستاذ فهد، حدثنا في البداية عن هذا المهرجان وأيضا عن فعاليات المهرجان.
الله يحييكم. طبعا مهرجان الهيجة هي في البداية فكرة سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مسعود بن سعود بن عبد العزيز أمير مملكة القصيم قبل 15 عام. وجد هذه الأسر المنتجة لديها طاقة لديها القدرة على إنتاج هذا الموروث التاريخي الهيجة، وبالتالي صنع وبادر وخلق هذا المهرجان ليصبح اليوم للعام 15، يعني 15 سنة هذا المهرجان بذرة كانت بسيطة من سمو سيدي، واليوم أصبح مهرجان عالمي بعد حصوله على اليونسكو العالمية، وكذلك دخوله في عدة مواسم وعدة مهرجانات ليصبح اليوم رمز أساسي في دعم الأسر المنتجة، علما أن الأسر المنتجة في منطقة القصيم وفي مهرجان الهيجة جميع المشاركين مجانا. فهذا دعم رئيسي، وكذلك وجود الشركات وجود القطاعات الخاصة في دعم الأسر المنتجة يعملونهم على دخولهم لسوق العمل، وكذلك يعني معلومة مهمة جدا أن الأسر المنتجة باليوم الواحد لا يتجاوز دخلهم 3000 ريال، يعني ما شاء الله كل أسر فيه في اليوم 3000 ريال، فهذا رقم يعتبر جميل. يعني أنت أعطي مجانا ودخل 3000 ريال، أنت الآن دخلته في قلب سوق العمل. جميل جدا استاذ فهد. احنا ما شاء الله تبارك الله نتكلم عن القصيم او حتى عن بريده، يعني مؤخرا في 2020 دخلت قائمه المدن المبدعه على مستوى العالم، يعني من بين 250 مدينه على مستوى العالم. هذا بمعنى انه في دعم كبير من اماره المنطقه للمدينه او حتى للمهرجان. خلينا نتكلم شويه عن الدعم اللي يلقاه المهرجان بشكل عام. طبعا انت عارف ان الاسره المنتج دائما ثقافتهم محدوده، فثقافتهم داخل المنزل، يبيعون زمان داخل الحي فقط لا غير. الان لا، اصبحت الاسره المنتجه تعمل على صناعات جديده وشركات. كيف بس ثقافتهم محدوده؟ بس توضح لي استاذ فهد. ثقافه محدوده في معنى انه ما عندهم ثقافه تسويقيه، ما يعني هو يبيع على بيته على مناطق اللي حوله. الان لا، اصبح لديهم برامج تواصل اجتماعي، لديهم قنوات متعدده، لديهم شركات تجلب منهم، لان الشركات ما عادت تغطي. يعني الشركات الان وصلت ل 500 شركه، 500 شركة معتمدة الآن على توزع الهيجة وتصدر للخارج للعالمية. كذلك في نقطة مهمة، هيئة فنون الطهي أصبحت رمز أساسي في عملية التسويق. يعني صار موضوع معزز في الطهي، فقط ما يكون مهرجان الهيجة محدود، الآن أصبح علامة. ولا ننسى المعلومة المهمة أن عمر الهيجة وعمر الحلوة بمعنى أصح أن هي تعتبر حلوة في النهاية 100 عام، يعني كانت ثقافات مختلفة. ايوه، فعمرها الزمني حسب الاحصائيه طبعا المعتمده ان 100 عام، يعني جميل. فهذه تعتبر ثقافه مختلفه في صناعه المنتج الهيجة ودخول سوق العمل بشكل كبير. أكيد مثل ما ذكرت هذا المهرجان بيدعم الأسر المنتجة، بيسمح لهم أنهم يدخلوا في سوق العمل، لكن بالمقابل أستاذ فهد، فعاليات المهرجان والمهرجان نفسه إيش اللي بيقدمه أيضا للزوار؟ طبعا مهرجان الهيجة عشان نستوعب اكثر، الدخول مجانا، الضيافه القهوه والشاهي مجانا، الاسره المنتجه مجانا، تقديم الهيجة والحلوى والمنتجات اللي موجوده مجانا، كذلك وجود الورش العمل التدريب، كذلك وجود يعني عدد كبير من المحلات، يعني 215 محل مجانا، هذا مو سهل، بالاضافه الى عربات الفودتراك، الكافيهات، المطاعم، بالاضافه الى وجود المسرح الطفل ومسابقات والجوائز اللي موجوده، بالإضافة إلى موضوع الطهي المباشر الحي من الأسر المنتجة في على عبر النار وعبر الطهي في الجمر والفحم وغيره. فهذه ثقافات مختلفة. يعني أكيد القصيم دائم غنية سواء بالمأكولات أو حتى أيضا بالأرض الزراعية اللي قاعدين نشوفها تنتج المملكة العربية السعودية، أو حتى الآن أصبحت حتى على مستوى الخليج. أكيد نشكرك الأستاذ فهد العنزي منظم فعاليات ترفية، يعطيك العافية أستاذ فهد. ريم، قد جربت الكليجة؟ أكيد، مين ما يحب الكليجة يا نادر؟ كيف كان طعمها؟ يعني كلنا نحب الكليجة، لذيذة الكليجة، لكن تخيل أول مرة أعرف أن الكليجة يعني عمرها 100 عام، فعلاً عراقة. فعلاً، تذكرين لما كان معنا ضيفنا فهد القحطاني الشيف اللي استضفناه قبل 3 أيام، كان جايب لنا كليجة أضايف عليها نكهات جميلة، عمل تويست غريب للكليجة. أنا جربتها، جربتيها؟ لا أنا ما جربتها للأسف نادر، لكن كيف كانت؟ جربتها وسرقت حبتين، سامحني يا فهد، يعني لأن صراحة لا تقاوم. لا فعلا يعني الأكلات الشعبية عند المملكة العربية السعودية متنوعة، هذا غير طبعا التنوع اللي بيبدعوا فيه الشفس عندنا، ومثل ما قال أستاذ فهد يعني اليوم حتى في اهتمام من هيئة الطهي كمان. صحيح، أكيد. ريم، الآن من الكليجة بنروح الموضوع، يعني خلينا نقول
يعني يعتبر وجبة، خلينا نقول وجبة دسمة صارت خلال الأسبوعين الماضيات. البارح هالوجبة ذي خلينا نقول بدأت الناس تتكلم فيها بشكل جدلي، لأن احنا مثل ما احنا عارفين الرياضة في المملكة العربية السعودية لها جماهيريتها ولها ناسها. بنروح لخبرنا القادم، حيث أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من العقوبات على عدد من اللاعبين على خلفية أزمة معسكر المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2030. واكتفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بفرض غرامة مالية فقط على الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام، فيما فرضت على الرباعي نواف العقيدي وخالد الغنام ومحمد مران وعلي هزازي غرامة مالية وإيقاف. طبعا هي تفاوتت في المبلغ ومدة الإيقاف، يعني الوضع ريم في دراهم في تدفيع. أنا شفت طبعا صار في مثل ما قلت نادر إثارة جدل عبر السوشيال ميديا، الموضوع فعلا أثار جدل الكثير، شوي كان في تضارب في الآراء كمان، لكن أتوقع اللاعب يعني لازم أنه هو يمثل المنتخب بالنهاية. أنا أتذكر الأغنية يقول مثل بلادك ولك الشرف، مجرد استدعاء اسمك للمنتخب السعودي صحيح. هو شرف كبير سواء لعبت أساسي أو بديل أو حتى في الاحتياط أو حتى تم استبعادك، يعني تمثيل المنتخب يا جماعة الخير يعتبر شرف ويعتبر أيضا للتاريخ يسجل. فممكن بعض الممارسات اللي طلعت من بعض اللاعبين يعني كان لها الاتحاد السعودي بالمرصاد، يعني ممكن عشان في المستقبل يتم تفادي مثل هذه التجاوزات. هو طبيعي ممكن يكون اللاعب حاب أنه هو يلعب أساسي، لكن هذا الشيء ما بيمنع أنه هو يمثل المنتخب بالنهاية، لأنه يمكن مثل هذه التصرفات ممكن أنها تسيء لللاعب وتسيء لسمعة اللاعب كمان، يعني مثل ما شفنا في هذا القرار. بالضبط، ولكن ما شاء الله تبارك الله منتخبنا قدم، إذا هو على المستوى في بطولة آسيا قدم مستوى جيد في روح، ولكن خلينا نقول ممكن عنصر اللياقة خذلنا قدام كوريا الجنوبية، وراحت منا المباراة بآخر ثانية، لكن إن شاء الله كأس العالم جاي ريم. إن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم كل التوفيق. وخلينا أيضا مشاهدين ننتقل معكم إلى خبر آخر، وأشادت مديرية صندوق النقد الدولي بالتغيرات صندوق النقد الدولي بالتغيرات المذهلة اللي شهدتها السعودية في مجال التنويع الاقتصادي والمالي، وأكدت على هامش المنتدى المالي العربي أن جاذبية السياحة إلى المملكة تأتي من البنية التحتية الرقمية ومن ديناميكية الاقتصاد بشكل كل عام. أكيد ريم، هذا خلال المنتدى المالي العربي اللي يقيم في دبي، وإحنا يعني شفنا المديرة إيش قالت وإيش تكلمت. الجميلة نقلت تجربتها، قالت وذكرت أنها زارت العلا، استمتعت بتجربة سياحية ما مرت عليها، وأنا متأكد أن اللي زار العلا بيصادق على قولها. فأكيد المملكة العربية السعودية من ضمن الدول اللي عندها بنية تحتية اقتصادية قوية تكون جاذبة سواء للسياح أو حتى للمستثمرين. مثل ما نقول دائما ريم، المملكة أصبحت جاذبة وحاضنة. بالضبط، شفنا ارتفاع الاقتصاد غير النفط في المملكة العربية السعودية، وكمان ذكرت أن وجود المرأة اليوم في المجتمع بشكل أكبر واختلاطها في المجتمع بشكل أكبر أيضا جزء لا يتجزأ من هذا الإنجاز. أكيد ريم. الآن ريم في خبر صراحة مضحك مبكي غريب رهيب، أنا صراحة أبغى أسمع منك وأبغى أضحك لأنه غريب الخبر؟ في البداية خبر البرياني يا ريم، عندنا خبر برياني الحين. برياني؟ برياني. خلينا نشوف الخبر الغريب مع بعض. يلا، عندنا خبر يا جماعة الخير ممكن يكون غريب شوية، بسبب برياني ومشروب بارد تراجع عن الانتحار. اي نعم، بسبب برياني. في واقعة غريبة حدثت في الهند، اعتلى 30 جسرا على الطريق وبدأ في انتقاد الأوضاع في البلاد، ثم ربط حبلا في الهيكل الحديدي للجسر استعدادا للانتحار. غير أن رجال الشرطة نجحوا في إنقاذه بعد ما وعدوه بإيش؟ وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني، ونزل على طول ابن الحلال. يعني ما أعرف إيش أقول الصراحة، ما أعرف هو الخبر حزين ولا الخبر مضحك، لكن عشان نعرف قد إيش الأكل ممكن يغير مزاج الواحد، يعني شخص كان بينتحر شاف الأكل بطل. أنا تشوف أحيانا ريم ترى فعلا، وممكن حتى السادة المشاهدين لما تكون جوعان ترى تجي في بالك أفكار وأفكار وأبي وأطرح هذا غضب الجوع. أي عاد بس ما توصل ننتحر عاد، الله يهديك. لا أكيد أكيد أنه ممكن يكون في يعني مشاكل نفسية أخرى، لكن الحمد لله أنهم قدروا يلقوا طريقة في أنهم ينقذوا ويقنعون هو ينزل. خلاص نقتلع الشرطة الهندية مرة جاية، كثروا البرياني والمشروبات الباردة، أي واحد بينتحر بس طلعوا له خلاص تمشي الأمور. أكيد يعني هذه الطريقة ما راح تضبط معي أحد، ممكن كل واحد ممكن نحاول نعرف إيش الأشياء اللي ممكن نقنعه.
من خلالها. عموما مشاهدينا طبعا هذه كانت بعض اخبارنا لليوم واخر اخبار اليوم، وراح نبدا معاكم حلقتنا باولى فقراتنا، لكن راح نتوجه لفاصل قصير، لا تروحوا بعيد. يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحي هالعين دائما وابدا على استديو اس بي سي، واكيد ننطلق معكم باولى فقراتنا لليوم. مشاهدينا، يحتفل العالم كل 13 فبراير باليوم العالمي للاذاعه تزامنا مع ذكرى اطلاق اذاعه الامم المتحده عام 1946. هالاحتفال لزياده الوعي الثقافي بين الناس عن الدور المهم اللي كانت تقوم فيه الاذاعه في حياتنا اليوميه، كونها أكثر الوسائل انتشاراً، ولكن مع تطور الإعلام هل لا زالت الإذاعة تحتفظ بهذه المكانة؟ المزيد بهذا التقرير هنتابع. يمثل اليوم العالمي للإذاعة فرصة للاحتفاء بالدور الحيوي اللي تلعبه وسائل الإعلام الصوتية في تعزيز التواصل ونشر الوعي في المجتمعات كوسيلة فعالة تصل إلى شرائح عريضة من المجتمع، حيث تنقل المعلومات والأخبار بسرعة وسهولة. إذاعة المملكة العربية السعودية. أولت المملكة اهتمام كبير بالإذاعة كوسيلة إعلامية مهمة، ففي عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه تم إنشاء أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة في 9 ذي الحجة عام 1368 للهجرة الموافق للأول من أكتوبر 1949 للميلاد. ثم خطت الإذاعة السعودية خطوة جديدة عندما بدأت بث البرنامج العام مستقل من إذاعة الرياض في غرة رمضان عام 1384 للهجرة الموافق للثالث من يناير 1965 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إخوة الإيمان، خير بداية لإرسالنا القرآن الكريم. تطورت الإذاعة في المملكة بشكل ملحوظ، وأصبحت تلعب دور بارز في تعزيز الهوية الوطنية والوعي بالقضايا الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية، وتوجيه المواطنين نحو تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة. كما أصبحت متاحة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من قدرتها على التأثير وخدمة المجتمع بشكل أوسع وأعمق. وأكيد مشاهدينا، للحديث بشكل أكبر عن اليوم العالمي للإذاعة نرحب معنا بالاستوديو بالأستاذ تركي السالم، وهو مدير إذاعة يو اف ام. يا هلا وسهلا فيك أستاذ تركي، منورنا. اهلا وسهلا استاذ ريم، اهلا وسهلا استاذ نادر، شكرا لكم على الاستضافه، ونهنيكم اكيد على هذا البرنامج الناجح والشاشه الاجمل بكل تاكيد شاشه اس بي سي. منورنا اكيد، يعطيك الف عافيه. وايضا مشاهدينا نرحب معنا عبر الهاتف بالاستاذ سعد الجريس، وهو مدير عام اذاعه الرياض سابقا. يا اهلا وسهلا فيك استاذ سعد. يا مرحبا اختي ريم، اهلا وسهلا، حياكم الله اخي نادر ضيفنا الكريم في استديو اس بي سي. يا هلا وسهلا فيك. في البداية خليني أبدأ معك أستاذ تركي، وبالحديث عن اليوم العالمي للإذاعة خلينا نتحدث عن حكاية هذا اليوم وكيف بيتم الاحتفاء به. نعم طبعا، اليوم هذا هو يوم مختلف. احنا ممكن في كل 13 فبراير يكون في احتفال خاص بالإذاعيين بالإذاعات على مستوى العالم، لكن أتكلم اليوم تحديدا على نطاق المحلي على مستوى المملكة العربية السعودية. الاحتفال مختلف بكل تأكيد باتحاد كل الإذاعات، لكن هذه السنة 2024 يصادف مرور 100 عام على تأسيس أول إذاعة على مستوى العالم، قرنين من العطاء على مستوى الإذاعات، قرنين من الأكيد التجدد في كل العالم في كل أنحاء العالم. تجدد الإذاعات من هذا التاريخ أو من هذا اليوم، واتحاد الإذاعات ممكن نشوف أنه في فترات سابقة هو تنافس ومحاكاة بين وسائل الإعلام من يكون الأفضل، لكن اليوم نشاهد اتحاد متكامل لثقة الجميع بأن مساحة النجاح تتسع لكل الزملاء ولكل الإذاعات. اليوم ما نقدر نستغني بكل تأكيد عن الإذاعة القديمة الجديدة المتجددة، لأنه طالما أنه اليوم في ازدحام سيارات،
فمعناته في إذاعة. اليوم في إحصائية جميلة وصلتنا، طبعا احنا كإذاعيين نختلف عن باقي الناس او باقي الشعوب. الناس يقول لك انا ما احب الزحمة، احنا الإذاعيين نحب الزحمة، تتمنون الزحمة، طالما في زحمة معناته انا يعني ازدياد المتابعة والفيدباك بيجيني اكبر يعني. فالإحصائية اللي وصلتنا قبل كم يوم انه في عام 2023 عدد الرحلات، اتكلم على نطاق المملكة العربية السعودية، 56 رحلة على مستوى قائدي السيارات، 56 مليون رحلة، رقم مهول. كم النسبة اللي استمعوا للإذاعة من 56 مليون؟ فبكل تأكيد رقم مهول، رقم بالنسبة لنا يعني يعطينا أمل ويعطينا تجدد ويعطينا يعني مسؤولية أكبر للعمل وأيضا لتقديم المحتوى المفيد لهؤلاء الناس. بالضبط، أكيد. والإذاعات المملكة العربية السعودية دائما أدوارها تشاركية وتكاملية، خدمتها إيصال الصوت أيضا للمستمع. أستاذ سعد، لعلي أنتقل لك وبرجع شوية للماضي، الاحتفاء باليوم العالمي للإذاعة أو للراديو، خلينا نتكلم ما بين اليوم والأمس، الإذاعة السعودية حكاية وقصة، إرث وتاريخ، خلينا نتكلم عن الإذاعة السعودية سابقا واليوم. اولا اذا سمحت لي اخي نادر واسمح لي للاخوه ان ارفع اكف الدعاء لفقيد الاذاعه والاذاعيين الاستاذ المولدي الهمامي، الرئيس المدير العام للاذاعه التونسيه الشقيقه، الذي وافته المنيه يوم امس. الاذاعه ما من شك انها بدات في المجتمع السعودي بداية يعني جميلة، وارتبط أذهان الآباء والأجداد في هذا الصوت الإذاعي الذي كان متفردا. حتى الصحف وإن كانت موجودة إلا أن الإذاعة وصلت إلى الجميع، وأصبح المذياع يؤتى به رغم ما واكبه من ظروف صعبة ورفض لهذا المذياع، إلا أنه كان شيء جدا جميل ونقلة رائعة، واعتمد على البعد التنموي، اعتمد على البعد التنموي ونقل المجتمع من الجانب البدوي والقروي إلى جانب مدني، إلى مشاركة مجتمعية، إلى استمرارا في جميع فنون العمل الإذاعي وأهدافه، سواء كان توعية أو إخبار أو تثقيف أو إرشاد. صحيح. إذا سمحت لي أخي نادر أختيرين، إذا سمحتوا لي، أنا الحقيقة موضوع بداية أو موضوع اليوم العالمي للإذاعة ارتبط في ذهني بأمر، لأنه في حينها كنت رئيس اللجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد إذاعات الدول العربية. فلليوم العالمي قصة، بدأت من الإذاعة الأسبانية إذ طرحت هذه الفكرة ورغبة منها بأن يكون هناك توجيه ضوء للعمل الإذاعي، ورفعت لليونسكو، عرضت على الاتحادات الإذاعية في مختلف أقطار العالم، من بينها اتحاد إذاعات الدول العربية الذي رحب بالفكرة ونادى فيها. جميل جدا. خلينا ننتقل إليك أيضا أستاذ تركي، يعني مثل ما ذكرت طالما في زحمة سيارات أكيد أن في إذاعة، لكن بالمقابل اليوم الجمهور بدأ يتجه بشكل كبير للسوشيال ميديا والإعلام الجديد طبعا، فهل برأيك الإذاعة ممكن أنها تكون وسيلة تواصل فعال بين الجمهور في عالم السوشيال ميديا الآن؟ السوشيال ميديا هو بكل تأكيد يعني يساعد على انتشار أكبر للإذاعات. اليوم نشاهد على كل الإذاعات السعودية، تكلم عن الخاصة والحكومية، استغلوا هذه المنصات لزيادة تسويق برامجها وأيضا لتسويق محتواها. نشاهد على سبيل المثال الإذاعات القطاع الخاص تحديدا، بحكم أني أنا متابع أكثر للقطاع الخاص، كل القطاع الخاص أو القطاع الجانب الإذاعي من القطاع الخاص يعتمد كثيرا على ترويج محتوى عن طريق السوشيال ميديا بالإضافة إلى الإذاعة. اليوم كل الإذاعات من بداية ساعات الصباح الأولى إلى نهاية اليوم نشاهد كل البرامج عليها إقبال كبير من المستمعين، سواء اتصالات أو رسائل أو حتى ردات فعل على المحتوى المقدم من الإذاعات.
طالما أن هذا التفاعل الكبير المتواجد من جماهير الإذاعة فبكل تأكيد الإذاعة لا زالت قائمة ولا زالت يعني مطالبة بالتجديد ومطالبة أيضا بتقديم المحتوى المفيد لهؤلاء الأشخاص في الإذاعات. اليوم لو نسأل أي شخص على مستوى يعني على كل المجالات، ما هو بمجال واحد، ما هو مجال إعلامي فقط، سنجد أنه كل شخص لديه ذكرى مميزة مع أحد الأصوات الإذاعية. على سبيل المثال جيلنا مثلا نتكلم مثلا مريم الغامدي، بعد كذا سعود الدوسري، أحمد الحامد، حمد ناصر، وأسماء تتوالى إلى هذا اليوم. الجيل السابق يتحدث عن أسماء أيضا أبعد، قدمت الإذاعات الشيء الكثير وما زالت أسماءها مرتبطة في أذهان المتلقي. صحيح. ساعات الصباح الأولى نشاهد مثلا كمية الاتصالات المهولة على مستوى الإذاعات، لأنه هو تقريبا الجانب الترفيهي الوحيد في ذهابك إلى دوامك أو حتى في عودتك. خلنا نقول نقسم 56 مليون في شهر واحد، نقسمهم إلى ربع، فبكل تأكيد رقم كبير يتابع هذه الإذاعات. جميل. أستاذ تركي لعلي أسألك، الآن احنا قاعدين نشوف على مستوى العالم الإذاعة تخدم أكثر من 6 مليار مستمع على مستوى، أو خلينا نقول على المعمورة يعني، أي بمعنى أنه في أعداد كبيرة قاعدة تسمع الراديو لسهولة تنقله وسهولة استماعه. الآن الإذاعات أو التلفزيون ممكن نسبة المشاهدات قلت في التلفزيون، إيش هو التخوف على مستقبل الإذاعة تجاه نزول نسبة الاستماع؟ دائما البقاء للمحتوى الأفضل، نتفق على هذا الجانب سواء على مستوى الإذاعة، على مستوى التيفي، على مستوى كل المنصات الإعلامية. طالما هناك محتوى مميز يخدم المتلقي فمعناته ما زالت هذه القناة أو الإذاعة أو حتى بعض الصحف، نشاهد الصحف تحولوا إلى اللي هو الديجيتال. طالما أنك متواجد في الديجيتال وتقدم محتوى مميز فأنت متواجد عند المتلقي. أيضا البودكاست المتواجد الآن، وهو بودكاست صوتي وبودكاست صوتي ومرئي، هذه المسارات المهمة على مستوى القطاع الإعلامي. دائما نتحدث عن البقاء للمحتوى الأفضل. أنت اليوم أستاذ نادر أو أستاذ ريم بكل تأكيد الجوال معك، تبحث عن المحتوى اللي مناسب لك بالضبط. سواء ترفيهي، رياضي، منوع، إلى آخر، اقتصادي، سياسي. طيب المحتوى هذا ما يهمك في أي منصة متواجد بالضبط. الأهم أن تصل إلى المعلومة، وهذا الأهم على المستوى الإذاعي. اليوم أنت كإذاعة لديك محتوى يهم الشريحة المهتمة في هذا الجانب فبكل تأكيد أنت متواجد، وأيضا سيتم متابعتك بالشريحة الأكبر. جميل جدا دكتور سعد. أيضا خلينا أسألك عن تطور الإعلام العربي ولا خلينا أقول أيضا الإذاعة العربية، وطبعا أنت من أول الأشخاص اللي دعم قرار دراسة المرأة للإعلام، فخلينا نتحدث أيضا عن هذه النقطة. ما في شك انه الاذاعه في العالم العربي سباقه وبدات قبل كثير من الدول المحيطه والدول الاجنبيه. وجود اتحاد اذاعات الدول العربيه الذي عمره الان اكثر من 55 عام بدا في الاذاعه. صحيح. وحتى من مسمى اتحاد إذاعات الدول العربية، رغم أنه يضم التلفزيونات العربية إلا أنه ركز في البداية على العمل الإذاعي. العمل الإذاعي انطلق في تشعبات كبيرة، سواء كان تبادلات إذاعية أو إنتاج إذاعي. صحيح. لصالح إذاعات الدول الأعضاء. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا التطور وأثره على العنصر البشري الذي ساهم في العمل الإذاعي، أتصور أن الإذاعة مكنت بالضبط. العنصر النسائي يمكن أقدم من غيرها من الوسائل اللي عملت فيه، وزميلاتنا سواء جلال العزيز ضياء، نوال بخش، زميلات مريم الغامدي، أسماء كثيرة في الساحة الإذاعية. أستاذ سعد أكيد أنها تطول القائمة بالحديث عن الأسماء النسائية اللي واكبت وخدمت في الإذاعة. حنا أكيد نشكرك الأستاذ سعد الجريس مدير عام إذاعة الرياض سابقا، يعطيك العافية أستاذ سعد وشاكرين لك. أستاذ تركي ختاما ودي توجه كلمة للإذاعة والإذاعيين وكذلك المستمعين. يمكن أنا بديت حديثي ومهنت زملائي الإذاعيين، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم متجددين، كل عام وأنتم إن شاء الله في تطور وازدهار. بكل تأكيد يوم مهم جدا بالنسبة لنا، وأيضا يحملنا مسؤولية أكبر. اليوم متلقي بكل تأكيد المعيار المهم بالنسبة له.
أنه التجدد 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 والمحتوى المفيد بالنسبة له، هذا الأهم بالنسبة للمتلقي. وإن شاء الله أنه كل الإذاعات ستقدم المحتوى الأهم والمهم لكل شرائح المجتمع، وهذه القوة الناعمة مهمة جدا على مستوى البلد بكل تأكيد. نعرف وأيضا نقدر حجم أدوارنا تجاه بلدنا وتجاه أيضا المواطنين، وماذا يحتاج أيضا كل شخص متابع لهذه الإذاعة. فإن شاء الله أن تكون بداية أيضا للجديد وبداية أيضا للتطور. أكيد نهنئكم بهذا اليوم كإذاعيين، واليوم دور الإذاعة جدا مهم، وبالعكس الإذاعة يعني ما بتندثر، كل يوم بنشوف تطور أكبر في الوصول أيضا للجمهور، خصوصا يعني بنشوف الإعلام الجديد، فبالعكس الإذاعة كل يوم بتتطور بشكل أكبر. طبعا لازم أهني برضو زميلنا نادر، هو إذاعي أكيد. سابق بالضبط. وبرضو أستاذ ريم لازم أنت تتواجدين في الإذاعة على أنه برضو تستشعرين أيضا حلاوة الإذاعة وجمال الإذاعة. صحيح. فكل عام وأنتم بخير كذلك إن شاء الله. العافية. كذا نشكرك أستاذ تركي السالم مدير إذاعة يوف أم، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لك. شكرا لك. أكيد مشاهدينا نحن مكملين معاكم حلقتنا لليوم، واليوم طبعا راح يكون عندنا الكثير من المواضيع والفقرات المتنوعة، لكن خلينا نتوجه إلى فاصل قصير وراجعين. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ودائما مع تغير الأجواء أيضا نحن كبشر بيحصل معنا بعض التغيرات، وفي فصل الشتاء بيواجه العديد من الأشخاص مشاكل جلدية مختلفة نتيجة التغيرات الجوية الباردة وأيضا الجافة. عشان كذا للحديث أكثر اليوم عن هذا الموضوع ينضم لنا في الاستوديو دكتور خالد العبد الوهاب، وهو استشاري في جراحة الجلد والليزر وزراعة الشعر. ويا له وسهلا فيك دكتور، حياك الله في استوديو سبيسي. حياكم الله. يا اهلا وسهلا فيك. الله يحييكم. في البداية دكتور خلينا نتكلم، بما أننا في فصل الشتاء فأتوقع الكثير من الأشخاص ممكن بيكونوا يعانوا من بعض المشاكل الجلدية، خلينا نتكلم عن أكثر الأمراض الجلدية الشائعة في فصل الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا قبل ما أبدأ بالموضوع، يعتبر الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، وطبعا جميع الأشياء اللي داخل الجسم يعتبر الجلد هو المرآة لجميع ما يحصل في داخل الجسم، مو بس الأشياء اللي داخل الجسم، حتى اللي حول الجلد طبعا، اللي هو البرد الحر الرطوبة جميع الأشياء هذه. فطبعا بما لا شك فيه أنه الأمراض الجلدية طبعا كثيرة، واشوفكم حاطين اللي يحك هذا. طبعا الامراض اللي تزيد من المسكين. اللي تزيد من تزيد في فتره الشتاء تقريبا معظم الامراض الجلديه. طبعا في امراض نعتبرها امراض شائعه او يعني منتشره، وفي امراض لا نادره، يعني يمكن حالات تعتبر نادره. طبعا انا بركز على الامراض اللي هي الشائعه، طبعا زي ما نعرف اللي هو اللي يسمونها الاكزيما او حساسيه الجلد. فهذه من الأمراض اللي تزداد وتتفاقم في فصل الشتاء، وخاصة الصغار هذول المساكين تكثر اللي ما لهم حل، يعني لا تقدر إذا لبست ملابس مشكلة. إذا فمن أشهر الأمراض أو أكثر الأمراض اللي تزيد في فترة الشتاء هي الإكزيما، أو طبعا الإكزيما معناها حساسية الجلد. في برضه اللي هي نسميها حساسية الدهنية، اللي هي السبرك درماتايتس، برضو هي قريبة من الإكزيما، وهذه برضو مشهورة. ممتاز. وغالبا برضو تكون في الأطفال، بس ممكن تكون في كبار السن. جميل. أيضا في أمراض مشهورة زي الصدفية، زي أمراض القشرة، في أشياء كثيرة يعني تتعدد وتكثر في الشتاء. لكن دكتور خالد الآن دائما من جسم الجسم في قابلية للمرض أو لانتقال العدوى بشكل عام، لكن لما نتكلم عن البشرة أو الجلد بشكل كامل، إيش هي أنواع الجلد؟ مثلاً خلينا نتكلم عن البشرات اللي معرضة أنها تتعرض للحساسية أو للعدوى بانتقال الأمراض من جلد الجلد، وهل هي تعتبر عامل وراثي أو يكتسب فقط في فصل الشتاء؟ طيب الحديث عن الموضوع هذا، طبعاً الجلد مقسم يمكن إلى ثلاث أقسام، اللي هو البشرة أو أنواع البشرة، اللي فيه البشرة الجافة. طبعا من سوء حظ البشره الجافه انها يجيها شيخوخه مبكره، تجاعيد مبكره،
فجميع الصفات او الاشياء اللي ما هي كويسه تكون في البشره الجافه، تعتبر هي البشره اللي يعني اسوء بشرات. في البشره الثانيه اللي هي البشره المختلطه اللي تكون دهني ومثلا زي لو اخذنا الوجه مثلا يكون نسميها انها ميكست او مختلط، اللي حول الانف يكون دهني والباقي جاف. هذا تعتبر. وفي البشرات اللي هي الدهنيه، طبعا البشره الدهنيه اللي عنده بشره دهنيه هذا يعني انسان ما شاء الله يعني ايه، لا هذا يكون تكون شيخوخه بعيده عكس البشره الجافه. عندنا دائما دكتور اللي تكون بشراتهم دهنيه يعني مره يكون احيانا بيعانوا من بشرتهم، خصوصا خلينا نتكلم مثلا عن البنات ومع المكياج وفصل الصيف كمان ممكن يعانوا بشكل صحيح. اكبر عشان البشره تزيد، لكنها هي الشيخوخه فيها تكون متاخره. حلو، اخبار حلوه يعني. يعني هو في ميزات وميزات، بينما البشره الجافه لا تكون معرضه سريع للش اسمه للشيخوخه، التجاعيد، التشققات، بينما البشره الدهنيه لا تاخذ بالعكس الشيخوخه فيها تكون مدا ويكون البشره ناعمه في البشره الدهنيه عكس البشره الجافه، البشره الجافه تكون يعني جافه ويعني متشققه وحكه واشياء كثيره. طيب دكتور، مين اكثر اللي بيعانوا ممكن من بعض الامراض الجلديه في فصل الشتاء؟ هل هم اصحاب البشره الجافه ولا اصحاب البشره الدهنيه؟ يعني مين بيكون عنده الاعتناء بشكل اكبر في الشتاء؟ والله هو طبعا البشره الجافه، لان البشره الجافه قلنا دائما هي المسكينه، البشره اللي شيخوخ مبكره، تجاعيد مبكره، جفاف شديد، تشققات في الجلد، فهم اللي اكثر يعني اكثر من البشره الدهنيه. يعني البشره الجافه تتفاقم في فصل الشتاء ويعني يكونون أسوأ من البشرة الدهنية، يعني الأعراض عندهم والمشاكل والأسوأ أكثر من البشرة الدهنية. طيب دكتور خالد، بما في فصل الشتاء أكيد أنه ولا واحد مننا بيغسل في موية باردة، ما مدى ارتباط سوء البشرة في استخدام الماء الحار؟ ما راح أقول الدافي أو الفاتر. نعم طبعا عموما يفضل فتره الشتاء او غير الشتاء ان الـ 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 الاستحمام يكون بالدافئ، يعني مو الحار، يعني يميل للدفء عكس الحار. الحار طبعا ممكن يشيل طبقه من الجلد اللي هي طبقه تكون طبقه رقيقه بتسوي حمايه للجلد، هذا بسبب المويه الحاره. المويه الدافئه طبعا كل ما كان ابرد احسن، بس في الشتاء طبعا صعب مستحيل. فتكون تكون الاستحمام بالبشره او بالماء الدافئ وليس الحار، يعني الحار بيأثر على البشره يخلي البشره يميل تفقد البروده او الحراره اكثر. يميل البروده افضل، يعني كل ما كان حار اجل ما حد بيغسل. ايوه لا اكيد الواحد بيحاول في سبيل العنايه. المويه الحاره مشكله، يعني المويه الدافئه اوكي، بس المويه الحاره مشكله صحيح. لأنها هتأثر على الطبقة الرقيقة في الجلد وتخليها اللي هي طبقة حماية، فإذا راحت الطبقة هذه تزيلها. أيوه حيكون معرض لتشققات. عشان كده نشوف ممكن كثير من الأشخاص اللي يستخدموا الماء الحار أحيانا بيعانوا من جفاف البشرة وبعض الحساسيات عندهم بتتفاقم. نعم. خلينا نتكلم دكتور عن طرق العناية بالبشرة تحديدا في فصل الشتاء، هل بتكون العناية بشكل أكبر من باقي الفصول؟ طبعا، لان في فصل الشتاء طبعا الجلد بيكون بارد، فضخ الدم في ذا بيكون اقل، فالسوائل اللي بتوصل للجلد بتكون اقل، الرطوبه حتكون اقل، فالجفاف بيكون اكثر، فيعني بيكون فصل الشتاء الاهتمام من ناحيه البشره ترطيبها العنايه فيها اكثر من الفترات الثانيه. طبعا الموضوع الثاني اللي هو اللبس، برضو ملابس الصوف خاصة اللي عندهم حساسية هذا بيفاقم المشكلة، يعني نبتعد عن الملابس. إيه طبعًا الصوف. إيش طبعًا الأشياء اللي يعني نقدر يفضل تكون قطنية ومية بالمية. حلو. يعني برضو حتى لو قطني يفضل يكون، طبعا هذا الكلام للناس اللي عندهم حساسيات وطبعا يفضل الناس اللي عاديين يعني. جميل. طيب دكتور، احنا ممكن تمسك معنا عشوائية دائما اروح الصيدلية بنفسي اختار انواع الكريمات، قد يكون بعضها مثلا معطر ويتسبب مشاكل وجروح وحروق ايضا للجلد، كيف انا استخدم او اخذ الكريمات بشكل صحيح وبعنايه بحيث انها ما تاثر على الجلد؟ طبعا قبل ما اختار شو اسمه العلاج لازم اشوف بشرتي وشي، هل هي جافه؟ هل هي دهنيه؟ اذا ما تقطعت لانها جافه. اي فاذا دهنيه ما يصلح الترطيب. يعني البشره الدهنيه ما يصلح ترطبها، ممنوع ترطبها اصلا. طيب الدهنيه
إذا هي جافة إيه طبعا. لا وفي موضوع ثاني غير الجفاف والرطوبة، هل البشرة طبيعية ولا حساسة؟ برضو تفرق دي. كيف يعني تفرق بينهم؟ يعني الحساسة هذه مو أي شيء يصلح لها. ممكن يعني لازم استخدمنا أشياء بيكون فيها عطور البشرة على طول بتتحسس وبيصير عندنا يعني تهيئ. يعني البشرة الحساسة لازم، يعني لو واحد مثلا عنده بشرة حساسة وواحد طبيعية، اللي بشرته طبيعية هذا ممكن يعني نتساهل معه، بس البشرة حساسة ما يروح الصيدلية وياخذ أي شيء. عموما الاثنين هم لازم يختارون أشياء مناسبة، بس الحالة البشرة حالة البشرة الجافة لازم الاختيار يكون بعناية فائقة. يعني مثلا ذكرت أنت أنها ما تكون معطرة. عموما الترطيب كل ما كان خالي من العطور هذا مهم، شيء ضروري طبعا مع البشرة الحساسة هذا لازم، ما في خيار، لازم تكون بدون عطور، لأن على طول حيستخدمه هو حاطه مرطب، وش حيسوي؟ حيزود المشكلة. صحيح. يعني هو جايب عشان يرطب، حيحس بالجفاف ممكن. يعني في بعض المرضى اللي عندهم حساسيات مجرد ما يستخدم مرطب، أنت يمكن لو بشرتك طبيعية تحطه عادي، هو يحطه على طول البشرة قابة، قابة وحمراء وتهيج وخلاص، يعني صارت حالتها يعني. فالاختيار عموما لو خلينا بصورة يعني عامة، طبعا لازم زي ما قلنا نشوف انها حساسة او لا، انه يكون خالي من العطور رقم واحد. الشيء الثاني في شيء نسميه انه في الطب او في الاشياء الكيميكلز اللي هو خالي من اللانولون، لانولون فري، مادة اسمها اللانولون، لازم يكون خالي من اللانولون. ليش ما ذكر هذه المادة؟ هي مادة طبعا يعرفونها الصيادلة انها تكون هذه برضو من انواع اللي غير انها معطرة، انها تهيج البشرة يعني. فالشخص الطبيعي يمكن ما تبين معه، بس الشخص الحساس هذا بتكون معها. طيب دكتور انت ما ذكرت نقطة اني اروح الدكتور، متى اروح الدكتور؟ والله شوف اذا البشرة طبيعية ما فيها مثلا حساسية، ما فيها يعني، ممكن لو قلنا للنصائح الان اللي بنسردها الان او نتطرق لها، ممكن يعني هو بنفسه يعني يتحكم فيها، لكن متى ما التعليمات اللي انا حقولها يعني، أيوة، او الـ 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 الترطيب اللي طبعا ما افضل المريض يروح يقول والله ابغى علاج كورتيزون بستخدمه لل يفضل انه يستشير، لا هذا لا تكون تحت اشراف طبي. حلو. لان المشكله حتى الصيدلي لأن لما تكتب له ابغى مثلا كورتيزون، الان وزاره الصحه الان شددت موضوع اسعين الكورتيزون. صح. لازم بوصفه. صحيح. فصارت العمليه يعني فيك لازم تروح استشاره الطبيب. فالكورتيزونات او الاشياء هذه ما افضل ان المريض يروح ياخذها، لأن الصيدلي اصلا لما يقول اعطني كورتيزون يروح يطلع له منتجات اخرى. لا بيطلع له كورتيزون، بس هل بيطلع له الكورتيزون انواع، في خفيف وسط قوي، فيمكن يطلع له القوي يحطه على وجهه وهو قوي حيسوي له مشاكل هذه بعد، يخليك تحمل كيس معك. ايوه نعم مجربها انا. نعم. فزي ما قلنا اختيار الترطيب يكون زي ما قلنا. طبعا برضو يهتم موضوع ثاني للترطيب، يعني مثلا المنطقه اللي فيها شعر هذه لها نوع معين نسميه هنا سوليوشن او لوشن، يعني سائل. المنطقه اللي فيها شعر وفي الجسم ما يصح تستخدم كريم، لو تحط كريم على ذا ما راح يمشي الكريم. مرهم طبعا. هو انواع، في مرهم، في كريم، في سائل. حلو. فلو حطيت الكريم الان ممكن بيستخدم لاماكن معينه او انواع بشره معينه. صحيح. يعني مثلا الحين لو رحت الصيدلية قلت اعطني كريم، اعطني مرهم، طبعا انت عارف الفرق بين الكريم والمرهم، الكريم شوي إيه؟ تكتل يعني يتكتل، بينما الكريم المرهم بينما الكريم سائل يعني يميل للسائل. فلو اخذت مرهم ودهنته على مش حيمشي في الشعر، حيوقف عليك. صحيح. فالجسم يبغى له سائل، لوشن اكيد يعني. الواحد لازم يكون حريص في انواع المرطبات اللي بيستخدمها ومنتجات العنايه بالبشره، او مثل ما ذكرت دكتور اي شخص ممكن انه يكون بيعاني من حساسيه او امراض جلديه، طبعا يفضل انه يستشير طبيب عشان يتوجه للعلاج بالطريقه الصحيحه. اكيد نشكرك دكتور خالد العبد الوهاب، استشاري في جراحه الجلد والليزر وزراعه الشعر، يعطيك الف عافيه. الله يحييك. والله طبعا الموضوع احس انه ما بعد غطيناه، ولكن عاد ضيق الوقت لانه الشتاء قرب يخلص دكتور. ايوه فبعد ما يجي على نهايه الشتاء. أيوة. على نهايه الشتاء احنا اخذنا بس جرعه خفيفه، بدايه الصيف تبدا بعدين مشاكل ثانيه. ولا والله في نصائح ثانيه يعني من ناحيه اللبس ان شاء الله بالصيف ان شاء الله قلتهم بناخذ الموضوع بشكل اوسع. الله يحييك. طيب اكيد نشكرك احنا دكتور. الله يحييك. مشاهدينا الان ناخذكم للقاء مميز مع المستكشف المتخصص في الحياه البحريه يزيد الدريني، اللي ابهر الجميع بغوصه وسط انواع مختلفه من اسماك القرش، ويستمتع بقضاء معظم وقته في استكشاف جمال اعماق البحر. خلونا نتابع المزيد.
أنا أتساءل، هل أسماك القرش مضرة؟ هل هي مفترسة؟ طب كيف نقدر نتعامل معها؟ والبحر الأحمر اللي يميزه الكثير من المرجانات والأسماك النادرة، تفاصيل أكثر حنتعرف عليها مع الغواص يزيد الدريني. البحر الأحمر مليان نوادر، يعني ما أخفيك، يعني ممكن لو طلعت شوية بس من المارينا ممكن نشوف أشياء جديدة أنا ما قد شفتها. فالبحر الأحمر غني بكمية المرجان الموجود فيه، وهذا الشيء يعطي حياة أكثر للحياة البحرية، أنه يكون مكان مفضل لجميع المخلوقات، لأن الشعاب المرجانية موجودة بكثرة هنا وتعطي حياة للكائنات البحرية أنها تكون موجودة. البحر الأحمر غني عن التعريف، الآن صار وجهة سياحية من كل دول العالم، الغواصين في كل دول العالم صاروا يستقصدوا البحر الأحمر للغوص. من حسن حظنا إحنا كسعوديين إنه ساحل البحر الأحمر موجود على امتداد الحدود السعودية كاملة، يعني إحنا السعودية أطول حدود للبحر الأحمر موجودة في السعودية. حيوان المفضل هم أسماك القرش، فالتعامل معهم جدا زي ما يقولوا ما هو صعب ولا هو سهل، لأنه في النهاية حيوان أنت داخل على بيئته. القروش حيوانات على قد ما إنها كبيرة وممكن الناس يشوفوها مرعبة ترى، بس جدا حساسين. يعني أنا قبل ما أغطس مع أي نوع من أنواع القروش ترى أنا أخذت دورات في التعامل مع القروش. اكتشفت من خلال هذه الدورات إنه في مكان في القرش، سبحان الله، في مقدمة رأس القرش، أول ما تلمس هذا المكان، أول ما الشخص يلمس المكان هذا للقروش على طول راح يهدأ القرش نوعا ما، أو تقدر أنت بكل بساطة تتحكم فيه لأنه هذا المكان عنده مرة حساس. طلعوا لي هذول القروش كانوا مرة كثير، وأنا قاعد أسبح في نص المحيط الأطلسي تحتي مليان قروش، فحنزل دحين مع القروش ونشوف هل فعلا القروش تهجم على الإنسان ولا لا. انزل مع القروش. استقبلوني قرشين من نوع القرش الثور وراحوا. فجأة طلعوا لي ثلاثة قروش، اثنين من ورايا وواحد من قدامي. أهم شيء تواجه القرش وبنفس الوقت تخلي بينك وبينه مسافة. طبعا هذا المنظر اللي كان قدامي بالضبط شيء خرافي، وفجأة لقيت نفسي وسط أربع قروش يا جماعة الخير، كل واحد أكبر من الثاني، والوضع قلب بتوتر لأني عارف أواجه مين واليمين، لأنك لازم تواجه القرش تعطيه وجهك، وإذا مرة قرب مالك إلا هذه الحركة تمسك القرش من منطقة حساسة. شوفوا حجم القرش قديش، سبحان الله أطول مني. القرش مخلوق مرة فضولي ويقدر يرصد أقل حركة من مسافات مرة بعيدة، وهذا دليل إن القرش ما يهجم إلا إذا حس بخطر. هذه التجربة صراحة كانت فيها نوع من ال، أنا أعترف صراحة فيها نوع من ال، إني أنا ما أعرف إيش أنواع القروش اللي كانت موجودة. البحر الأحمر فيه أكثر من نوع من أنواع القروش، في القرش الحريري، في القرش الزعنف السوداء، أيضا قرش النمر، فهذه كلها أنواع موجودة هنا في البحر الأحمر. وأنا اللي سويت ما كنت داري إيش النوع بالضبط اللي تحت، فنزلت وكان من نوع القروش القرش الحريري، فهذا من أبسط أنواع القروش الحمد لله، يعني هذا أنا مرة متعود عليه الصراحة. غطست معاه في أكثر من مكان وأكثر من مرة، فكانت تجربة الصراحة يعني أنا ودي أن أعيدها كل يوم. حابة أوجه الصراحة كلمة للشباب، يعني إحنا الآن في فرصة ذهبية، في دعم على جميع القطاعات خصوصا البحرية، أنا أتكلم كمختص فيها وعايش فيها. اكتشف نفسك، اكتشف الرياضة اللي تحبها، الآن صار في دعم من وزارة الرياضة على جميع الرياضات البحرية، تقدر تروح تستكشف نفسك في واحدة من الرياضات هذه وتنطلق فيها. حياكم الله مشاهدينا وحيها العين، ورح نبدأ معاكم اليوم فقرة فنية بامتياز، ودائما نسمع عن فن الريزن، وبنشوف كمان لوحات مائية مثل البلاستيك لكنها صنعت بالريزن. اليوم رح نتعرف على أدواته واستخداماته، وكمان أيضا الخامات الخاصة بهذا الفن، أكيد مع ضيفتنا فنانة الريزن وأيضا المتحدث الرسمي لنادي فن الريزن أستاذة نوال الصلهامي. هلا وسهلا فيك منورتنا. يا هلا فيك. حياك الله. في البداية خلينا نتعرف على هذا الفن. أتوقع الريزن يعني كلنا شفناه ممكن في إكسسوارات، لوحات، غيرها، لكن إيش هو فن الريزن بالتحديد؟ فن الريزن هي عبارة عن مادة كيميائية شفافة نسويها عبارة عن مادتين نربطها مع بعض فتتحول من مادة سائلة إلى مادة صلبة. حلو. وبعد كذا نبدأ نشتغل عليها وتكون مادة حافظة للأشياء. جميل.
فايش تكون استخداماته عادة؟ يعني يمكن اتوقع في اشياء كثير بتمر علينا تكون مصنوعة من مادة الريزن لكن احنا ما بنعرف. صحيح. يعني لو هذه اللوحات اللي هنا قدامي يعني ما كنت ممكن اعرف انها صنعت بهذه المادة تحديدا. تم. مادة الريزن كانت اول حاجة نموذج بسيط اني اوضح لها، نشأت في تاريخ 1927 ميلادي في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الإنتاجية لشركة سيبا السويسرية لإنتاج شيء للأرضيات، يعني كانت انطلاقتها للأرضيات. حلو. إحنا كيف نسوي الإنشاءات ونسويها بالأرضيات، المواد المستخدمة كانت تستخدم كذلك كالورنيش للمناسب. فكانت من هنا الانطلاقة. بعد كذا حاولوا الفنانين إنهم يستخلصون من هذه المادة اللي هي الأرضيات مادة تناسب للعمل الفني. جميل. فتوصلوا إلى مادة الريزن اللي هي مخصصة للأعمال الفنية اللي خصائصها المناسبة للفنان وللعمل الفني. حلو. هل المادة اللي ذكرت إنها كانت تستخدم في الأرضيات برضو تعتبر يعني هي نفسها مادة الريزن؟ نفس المنتج ولكن الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المادة تختلف. الأرضيات لها خصائص معينة ومادة الريزن لاستخداماتنا حنا لها خصائص تناسبنا حنا. حلو. يعني كفنانين وقطع ممكن تكون قطعة فنية مثل ما احنا شايفين هنا عندنا اليوم. نعم. طبعا أنا كنت بسألك طبعا قبل الهوى عن هذه اللوحة وكيف صنعت اللوحة، يعني هل بتجمع بين الرسم وبين فن الريزن ولا كيف طريقة عمل مثل هذه اللوحات؟ طيب اللوحة هذه طبعا الأستاذة زهرة الحازمي طبعا هي اللي اشتغلت عليها. احنا لما يكون عندنا زي كذا مثلا صوره كبيره نبغى نطبعها نسويها طباعه. حلو. طبعا احنا نجهز الارضيه قبل بالالوان اللي احنا نبغاها، بعد يوم مرور يوم كامل على التصلب نحط اللي الصوره او نحط الرسمه اللي احنا نبغى نرسمها، اي شيء نبغى نسويه، بعد كذا نسكب الطبقه الشفافه البيضاء للحمايه. يعني حتى القاعده نفسها واللوحه نفسها تكون مصنوعه من ماده الريزن. نعم. جميل. هل بتجمع احيانا بين الرسم وبين فن الريزن ولا بيكون لا خلاص معتمد فقط على فن الريزن؟ لا، فن الريزن بحره كبير يدخل في جميع الفنون، سواء التشكيليه سواء النحت سواء الديكوباج، جميع الفنون يقدر يدخل فيها. فهو ماده سهله جدا علينا احنا نتعامل معها، فعادي نقدر نستخدمها للرسم ونشتغل عليه. جميل. طبعا احنا معانا الادوات هنا اليوم امامنا على الطاوله، فاكيد حابين نتعرف معك استاذه نوال طريقه عمل لوحات الريزن. ان شاء الله راح نتكلم عنها. طب زي ما قلنا الماده عباره عن مكونين اللي هي A و B. A اللي هو الريزن و B هو المصلب. طبعا حلو. لازم هذه المادتين تكون مع بعض بنسب معينه وخلط معين، فهذه أساسية للمادة. هل بتكون نفس الكمية بالنسبة للمادتين ولا فيه كمية؟ نعم، على حسب نوع الشركة الثانية. المنتجة فيها لها سياسة معينة للنسبة. حلو. طبعا احنا نتقيد دائما بالنسب. جميل. هذه اللي هي مادة الريزن نفسها. هذه مادة الريزن زي ما انت شايفة شفافة وبنفس الوقت تكون ثقيلة شوي نوعا ما. طبعا هذه هي المادة الأولى اللي نحطها. بعد كذا نجي للمصلب. المصلب جميل. يكون يعني سهل اكثر من الريزن نفسه، يعني سماكته تكون خفيفه. حلو. مائل على السائل اكثر، فاستخدامه بيكون اسهل. لا، هي نسكبها كل ابوها مع بعض. حلو. احنا هنا وضعنا نفس الكميه من المادتين مع بعض. نعم. بعد كذا نبدا بماده اللي هو التحريك. نبدا نحرك الخليط اللي نمزجه مع بعض، نخلطهم مع بعض. نعم. طبعا مده الخلط 3 دقائق بالكثير. جميل. طبعا الخلط يكون بطريقه عكس عقارب الساعه او باتجاه واحد يعني. طبعا لما تصير الماده شفافه تماما، يعني الحين نخلطها شبه معكره تقريبا، لكن لما تصل لمستوى انها تكون شفافه نبدا نستخدمها بالالوان أو نستخدمها كحفظ للأشياء، يعني مثلاً زي العمل اللي بجانبك هنا. جميل. استخدمت فيه فقط للحفظ الشكل. حلو. يعني العمل نفسه مو مصنوع من مادة الريزن، من أي مادة مصنوع؟ لا، هي مادة الريزن طبعاً هذه هي جمجمة. أنا حاولت أني أحافظ عليها من الداخل، استخدمت مادة الريزن عشان. جميل. تحافظ عليها من الداخل من الـ
القطع الموجودة فيها. يعني هل أي قطع عندنا نقدر إن إحنا نحميها باستخدام مادة الريزن؟ أي نعم. سواء كانت زجاج أو أي مادة ثانية؟ أي قطعة عندك حابة إنك تستخدمينها وتحافظين عليها مدة أطول نستخدم مادة الريزن. بينكسر ولا ما بينكسر؟ طبعا مادة الريزن مشابهة للزجاج مع البلاستيك. حلو. فهي تعتبر المادة القوية جدا. مادة بعد التصلب أنا أعتبرها ضد إن شاء الله الكسر. غير قابلة للكسر. يعني أتوقع أنه ممكن أنها تنكسر لكن. لا لا إن شاء الله بإذن الله غير قابلة للكسر. حلو. وكذلك للرطوبة كذلك غير ممتصة للرطوبة. حلو. يعني من المواد اللي تعتبر جيدة نقدر نحافظ عليها عندنا وقت جدا طويل. أستاذة نوال كم لك في المجال الريزن؟ مجال الريزن من 2018 يعني تقريبا 6 سنوات تقريبا حنا نشتغل في هذا المجال. وهل بنستخدمه مثلا لإكسسوارات المنزل؟ طبعا حنا نستخدم الإكسسوارات المنزل للضيافة زي ما العقد الموجود أمامك هذا. هل تعتبر مادة آمنة؟ طبعا إن شاء الله بإذن الله أنها مادة آمنة وهي صديقة إن شاء الله للبيئة. حلو. طبعا زي ما شفنا الحين حنا خلطناها فنبدأ الحين مثلا نشتغل على الألوان. بنضيف الألوان على اللوحة ولا بنضيف الألوان مع نفس المادة بنخلطها؟ لا راح نخلطها مع نفس المادة طبعا وراح نوزع طبعا الريزن بالكاسات طبعا بكميات متساوية. أو أي كمية حبتها طبعا للحفاظ على الأمن والسلامة. طبعا احنا نستخدم الجلافز لما نبدأ نشتغل خلاص نبدأ نستخدم الجلافز عشان نضمن إنه المادة ما تصاب اليد. يعني مهما كانت تعتبر مادة كيميائية صحيح فقبل ما تتصلب لازم ان نكون احنا حريصين جدا على السلامة. يعني حتى لو جات على اليد مو مشكلة لكن أهم شيء إننا نغسلها قبل ما تتصلب. لو جات على اليد على طول نستخدم لها اللي هي المسحة أو شيء نزيلها. يعني إحنا طبعا نحاول قدر ما نقدر إننا ما نستخدمها. حلو. يعني فالأفضل أكيد عشان السلامة والأمان. نعم. إننا نستخدم جلافز. نعم كذلك نستخدم حتى الكمامات. يعني نحتاج لأن مادة كيميائية نحتاج الكمامة أو شيء يغطي مع إنه ما لها رائحة. صح؟ ما هذا هي ما لها رائحة فالواحد ممكن ما بيحس لكن إحنا نحتاجها دائما للشيء هذا. طبعا احنا نوزع الحين الالوان. لاحظت انك بتستخدمي ادوات خشبيه بتكون هل ضروري تكون الادوات اللي بنستخدمها خشبيه؟ طبعا مو ضروري كثر ما هي انها هي اللي سهله الاستخدام وبالتالي نقدر بعد نسويها تلف نتخلص منها فما عندنا اشكاليه فيها. حلو. وافضل من ان نستخدم بلاستيك اكيد يعني للبيئه. فاحنا الحين راح مثلا نوزع الالوان على الشكليه اللي احنا نبغاها. استاذه نوال هل بتقدمي دورات تعليميه؟ هل يوجد تعليمات دورات تعليميه لفن الريزن؟ اي نعم في دورات تعليميه تقام ورش تقام. ففن الريزن الان الحمد لله في طور انه منتشر الان وتقام حتى ورش فرديه. حلو. وورش جماعية. يعني في إقبال على هذا النوع من الفن؟ إيه الحمد لله في إقبال كثير وجدا رائع. يعني خصوصا إنه بيستخدم في أشياء كثير. يعني ممكن أي أحد يقدر إنه هو يفتح مشروع من خلال هذا الفن سواء كان شخص متخصص مثلا في اللوحات في الإكسسوارات. صحيح أي شخص يقدر إنه يأخذ الأسس للمادة وبعد كذا يبدأ يبدع في المجال اللي هو بيناسبه. نعم يعني مثلا الرسام ممكن يحافظ على لوحته في جزئية معينة فيبدأ مثلا يرسم وبعد كذا مثلا يحافظ عليها في سكب مادة الريزن. حلو. يعني أي أحد يقدر أنه هو يستخدم مادة الريزن في أدوات الفنية حتى أني مثلا نستخدم الريزن مع الدمج الخشب في طاولات الخشب مع الريزن. كيف الطريقة؟ طبعا الخشب الطبيعي نسوي له دمج مع الريزن إما في المنتصف أو على حسب الشكل اللي حنا نبغاه. يعني حلو. فمادة الريزن جدا مادة تدخل في كل شيء وبتحافظ على المواد والأدوات بشكل أكبر. نعم صحيح. طبعا نحن أضفنا الألوان الآن. اي نعم فقاعدين الحين نسوي طبعا
طريقة الفكرة، فكرة العمل تختلف من فنان لفنان. أنا ممكن أسوي هذا العمل أو أسوي هذا العمل، الفكرة اللي أنا أبغى أطلعها راح أنتجها باللوحة حقتي. لاحظت أنك أيضا في هذيك اللوحة أضفتي بعض المواد الأخرى، يعني شايفين الخرز اللي بيلمع الذهبي، هذا برضو من الريزن. هذه طبعا لوحة أستاذة هيا تحاكي العلا. جميل. فكانت أضايفة الزجاج كعلامة اللي هي إحاطة الدولة، ومن ضمنها بعد كده في المنتصف اللي هو الملك عبد العزيز وقوة المملكة العربية السعودية كنبض قلب. حلو. ثم وزعتها على منطقة العلا اللي هي كانت في مهرجان الإبل، شكل اللي هي بدائن صالح. فكانت هذه هي فكرة، فالفنان يحاكي لوحته بطريقته وش اللي حاب يسويه أو يشتغل عليه. إبداع صراحة، يعني أننا بنشوف هذا التميز والتنوع في فن الريزن، يعني كل شخص بيشوف إيش الأشياء اللي ممكن أنها تحاكي الأشياء اللي بتهمه. طبعاً، لأنه زي ما قلت لك يعني عالم فن الريزن عالم جميل جداً، ولما تدخله تبحر فيه بدون ما تحس، يعني يعطيك خيالات واسعة، لكن إني يشجعنا دائما انه مختلف. يعني الحين هذه اللوحه انا مستحيل ارجع اكررها، لا درجاتها ولا طريقتها ما راح تطلع ممكن بنفس الطريقه ابدا ابدا. فهذا الشيء هو اللي يميز مثل اي فنان او اي رسام لما يرسم لوحه مستحيل انه يقدر يرسم نفس اللوحه مره ثانيه. بالضبط، لان يعني الواحد بيجي الهام وهو بيعمل اللوحه نفسها. صحيح. فحنا دائما نحاكي العمل حقنا، دائما حنا نحاكي. حلو. أحب أشوف طريقة سكب المادة معك أستاذة نوال. يعني أنا أشوف بيستخدم أحياناً القوالب، لكن فن الريزن في لوحة ما قد شفته صراحة. يعني ما قد شفت طريقة العمل كيف بتكون. طبعاً إحنا زي ما قلت لك إحنا السكب عندنا أنواع، يعني بحرة كبير جداً. فأنا راح أخذ مثلاً هذه الألوان وراح أسوي لها مثلاً الدمج، يعني إنه حلو خلطنا كل لون لحال، بعد كذا بنخلطهم كلهم مع بعض. ايش اللوحة اللي راح تعمليها؟ والله التكنيك شيء عشوائي ممكن يكون. بالضبط، يعني احنا راح نسويها بطريقة عشوائية. الله، طبعا زي ما شايفه الحين هذه الماده راح تاخذ لي تشكيله مختلفه تماما. بعد شوي تلقينها تغيرت عن اتجاهها، لكن ما بتندمج كلها مع بعض بعد ما نسكبها خلاص، يعني بتجف وبتصير الماده صلبه وبتبقى معانا بنفس الطريقه صح؟ التموجات اللي موجودة في اللون. نعم. إذا تصلبت خلاص راح تبقى بنفس التكنيك. لكن قبل لا، راح تتحرك الطريقة أو بشكل أو بطريقة أخرى يعني. وكيف بتكون كلها بنفس المستوى؟ تكون كلها، لأن نفس القاعدة لازم تكون مستوية، يعني نفس السطح يكون أرضية تمام. يعني ما فبيتوزع تتوزع معنا المادة بشكل. نعم. تتوزع معنا المادة بشكل مناسب جدا. حلو. وكم المدة اللي بتنشف فيها المادة وبتتحول إلى مادة صلبة؟ خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة على حسب نوع المادة. يعني تقريباً اللوحات بتاخذ وقت، لأن إحنا كل 24 ساعة أو إلى أن تتصلب المادة بنبدأ نضيف ممكن ألوان أخرى عشان نكمل اللوحة الأخيرة صح؟ لا خلاص، إحنا إذا سكبنا المادة تتكب كاملة. لكن ننتظرها زي الآن مثلاً مدة 24 ساعة، ممكن مثلاً نضيف لها شفاف أو نضيف لها صورة. حلو. أو نضيف لها مثلاً عقارب الساعة، أو نضيف لها مثلاً زجاج، أو نضيف لها، يعني أنت كفنان وش راح تطلع من لوحتك؟ يعني أنت ايش قاعد تحاكي؟ لأن هي عبارة عن محاكاة، كل فنان قاعد يحاكي. حتى الألوان هذه بعض الأحيان حنا نحاكيها، يعني مثلاً الجو المطر، جو السحاب. أنا هنا شايفة بحر. أي بحر، يعني شفتي أنت كيف شفتي طلعتي عليها؟ لأن تموجات الألوان، يعني طريقة المادة نفسها، الألوان اللي أضفتيها مع بعض كذا أعطتني كذا إيحاء بالبحر.
بالضبط. احنا هذه التكنيك اللي احنا دائما نستخدمه انه احنا كيف نحاكي الموضوع وكيف ان احنا نخرجه كفنانين محاكاة لانفسنا. حلو. حتى ما بتنخلط الالوان مع بعض بشكل متساوي، يعني مجرد اننا بنضيف الالوان مع بعض بعد كذا لما بنسكبها هي بتتشكل معانا بالطريقه اللي نبغاها. بالضبط. فاحنا ناخذ القاعده او الاساس في العمل وبعد كذا احنا نشتغل بالطريقه اللي احنا تعجبنا. جميل. كذلك ماده الريزن نقدر نصلح منها القوالب، يعني زي مثلا الكوسترات، الصواني، تقديمات الضيافه، كل هذه الاشياء احنا نقدر نسويها ونضيفها لمساتنا احنا كفنانات سعوديات. يعني بتطلع معانا يعني بالنهايه قطعه مميزه الواحد صنعها بنفسه. بالضبط. القطعه هذه اللي انت سويتيها طبعا اكيد انها ما راح تكون عند اي احد ثاني. بالضبط. فهذه الميزه الجميله جدا في الموضوع انها ميزه اني خاصه فيك انت، فجدا مريحه انها ما راح تكرر عند احد ثاني. نسكب اللون اللي بعده. اي مثلا انا الحين هذه الجزئيه مثلا خليتها لون معين، هنا مثلا احط لها طريقه ثانيه مثلا. حلو. اللي هو اللون الابيض تقريبا الشفاف. اي نعم. الله. ومثلا ممكن مثلا من هنا نضيف لها خط. فالماده زي ما قلت لك هي ماده مريحه في التعامل بالنسبه لنا احنا. انا بالنسبه لي انا جدا مستمتعه فيها، تطلع لي قطع جميله وما هي مكرره، وهذه هي جدا مهمه بالنسبه لنا احنا كفنانين انها ما تكون مكرره. وحتى لو طلعت لنا القطعه يعني مو بالطريقه بالضبط اللي نحن بنبغاها، لكن اكيد ان القطعه راح تطلع حلوه. اكيد. يعني ايش ما كانت النتيجه برضو راح تبقى حلوه ومميزه ومختلفه. لانك انت اساسا صلحتيها فاكيد انك انت راح تحبينها بالطريقه اللي تعجبك. تقريبا مثل هذه اللوحه استاذه نوال كم بتاخذ منك وقت عشان تخلصيها تماما وتوصل للنتيجه النهائيه؟ تقريبا من يومين الى 3 أيام على حسب التكنيك. حلو. اللي احنا نشتغله صراحة من أنواع الفن اللي جدا جميلة كذا، فيها إبداع ودائما النتيجة فيها بتطلع حلوة مثل ما شايفين نحن هنا معانا بالستوديو. يعني إلى الآن طبعا اللوحة مو جاهزة لكنها رائعة. طبعا احنا هدفنا إن احنا نوضح وش مادة الريزن وإنها مادة شفافة وبعد كذا تتحول إلى مادة صلبة، نقدر حتى نحافظ فيها على الأشياء اللي احنا نحبها. مثلا أغراض خاصة فينا، أشياء خاصة. يعني مادة استخداماتها ممكن تكون عديدة سواء كانت للفن، للوحات الفنية أو حتى للحفاظ على أدواتنا وبشكل أكبر. صحيح. يعطيكي ألف عافية أستاذة نوال الصلهام، طبعا فنانة الريزن والمتحدث الرسمي لنادي فن الريزن. شكرا لك، نورتينا في الاستوديو ويعني جدا مستمتعة بالإبداع اللي بشوفه قدامي. طبعا أنا أشكركم، وأنا حابة أن أنوه أنه نادي فن الريزن فن يستقطب، نادي يستقطب جميع الفنانين والفنانات سواء مستوى المملكة، يسعدنا انضمامهم للنادي. طبعا النادي منشأ تحت منصة هاوي، نادي غير ربحي. جميل. فإن شاء الله بإذن الله ننتظر الفنانين اللي يحبون الريزن أو أي حرفة يدوية سواء الترازو أو الديكوباج. حلو. أو الأشياء هذه كله بوها. أكيد. نسعدنا انضمامهم للنادي، خاصة أني أنا عضوة من أعضاء النادي، فالنادي جدا جميل أنه سهل علينا أشياء كثيرة. يعطيكم ألف عافية، نورتينا، ومتأكدة أنه يعني راح يكون في إقبال كبير للنادي، خصوصا أن هذه من أنواع الفنون الحلوة والسهلة والسهل أيضا التعامل معها. يعطيك ألف عافية، نورتينا. وأكيد مشاهدينا نحن مكملين معاكم في حلقتنا وفقراتنا، لكن فاصل قصير وراجعين، خليكم قريب. يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، واكيد نكمل معكم مشوار حلقتنا لليوم. اليوم موضوعنا مختلف، موضوعنا راح يكون مسلط بشكل اوسع عن المنتدى السعودي للاعلام في نسخته الثالثه، حيث يعتبر هذا المنتدى احد اكبر التجمعات الاعلاميه في الشرق الاوسط، حيث يجمع
أكثر من 60 جلسة حوارية و150 متحدثا. المزيد في هالتقرير خلونا نتابع. بأكثر من 60 جلسة حوارية و150 متحدث و80 محور للنقاش، ينطلق المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الحالي، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، وهو أكبر تجمع إعلامي في الشرق الأوسط، حيث يجمع القادة وصناع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. ويهدف المنتدى السعودي للإعلام واللي ينظم هيئة الإذاعة والتلفزيون أن يبني ويقوي العلاقات مع كل الجهات المختصة محليا ودوليا علشان نحقق تأثير إيجابي ونرفع مستوى جودة صناعة الإعلام وندفعها لمواكبة أحدث التقنيات اللي تتغير باستمرار. ويقدم المنتدى السعودي للإعلام فرصة ذهبية لتطوير المعرفة، حيث يتبادل خبراء الإعلام والأكاديميين الرؤى والتجارب، ويتعرف المشاركون على أحدث الابتكارات والتقنيات، ويفهمون البيئة الإعلامية العالمية، ويتفاعلون مع أصحاب الخبرة، وهو مناسبة مثالية لتطوير مهارات العاملين في هذا المجال. كما سيشهد المنتدى جلسة مركزة على إكسبو الرياض 2030، ويتضمن جلسة مخصصة لكأس العالم 2034. وللحديث أكثر مشاهدينا عن الفرص اللي يوفرها المنتدى السعودي للإعلام، نرحب بضيفنا الدكتور محمد الحيزان، وهو عضو مجلس الشورى السابق والمستشار والخبير في الإعلام والاتصال. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله، نورتنا في استوديو SBC. حياكم الله، أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. في البداية دكتور، خلينا نتحدث عن أهمية مثل هذه المنتديات. نحن بنتحدث عن المنتدى السعودي للإعلام طبعا في نسخته الثالثة، فخلينا نتكلم عن أهمية هذه المنتديات للإعلام السعودي. جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا سعيد أن أكون معكم وأتحدث عن موضوع الحقيقة في غاية الأهمية. بالنسبة للمنتدى السعودي للإعلام، هو الحقيقة مشروع أو مبادرة طال انتظارها، يعني من زمان كانت المؤسسات الإعلامية سواء الأكاديمية أو المهنية كلها كانت تنتظر مثل هذه التظاهرة وهذا الاجتماع المتناغم بين أطراف مختلفة. بعض الأحيان يعني الناس اهتماماتهم في مجالات تتعلق بالأكاديمية موجودة في المنتدى، اللي يبحث عن أشياء تتعلق بالتغطيات الإعلامية وغيرها موجودة في المنتدى. فالتالي احنا نتكلم عن تقريبا يعني تجمع كبير مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. ليه؟ لأنه التطور اللي صار أيضا في الإعلام، دخول الإعلام الرقمي على الخط، أصبح الفضاء متنوع في إعلام رقمي تقليدي وما إلى ذلك. إذا ما كان في عملية تقريبا توفيق بين هذه الأطراف، ما يمكن تخدم الإعلام كما يجب. يعني الإعلام سيبقى كل يقوم بدوره بلا شك، صحيح. لكن إذا كان ما في تنسيق تناغم في استفادة من كل طرف، ما أعتقد أنه بيكون الإعلام بالشكل المطلوب. أنا أعتقد أنه الآن المنتدى السعودي للإعلام بدأ ينضج أيضا، يعني مقارنة بالدورة الأولى والثانية. أشوف الآن في الدورة الثالثة ما شاء الله يعني توسع جميل ومشاركات يعني مميزة، والموضوعات أيضا في الصميم. الموضوعات اللي أشوفها الحقيقة أيضا هي تحكي واقع الإعلام. الإعلام كلنا يعرف أنه نشاط محوري، كل التخصصات كل المجالات تحتاج وتستفيد منه، وبالتالي الآن المنتدى وفر هذه الأشياء. ولهذا نشوف الجلسات متنوعة في شيء بالسياحة، في شيء بالرياضة، في أشياء في الاقتصاد، في الطاقة وغير ذا. فهذا أيضا جزء آخر مهم جدا في تناغم الآن، الحمد لله جميل. صحيح. أكيد دكتور محمد، دائما هيئة الإذاعة والتلفزيون هي سباقة لمثل هذه المبادرات لتخدم الإعلام السعودي. بالحديث عن منتدى الإعلام الثالث، لو نتذكر نرجع شوية للماضي لمنتدى الإعلام السابق، كان في أعداد مهولة حضرت أكثر من 10,000 زائر. نتكلم عن الإعلاميين اللي حضروا أكثر من 1500 إعلامي سواء من المملكة أو حتى خارجها. المملكة العربية السعودية أصبحت خلينا نقول صلب للإعلام العربي أو الإعلام الأقوى في الشرق الأوسط. ما مدى تأثير الإعلام السعودي على المنطقة؟ الإعلام السعودي لأنه يمشي بتخطيط جميل حقيقة مقارنة يعني طبعا بالآخرين، كلهم يبذل جهد، لكن اللي شوف الآن المتوجه الجميل اللي صار في قضية سواء الفعاليات غيرها أو النشاط في التلفزيون السعودي والغيره، نشاط الآن نوعي بدأ الحقيقة يقدم صناعة الإعلام كما يجب. احنا كلنا نعرف أنه الإعلام صناعة، لما نقول صناعة معناها يحتاج متخصصين فعلا من الطراز الأول حتى يكون يقدم بالشكل الجميل. أما أن يكون عشوائي فهذا يعني يضر أكثر مما يخدم.
الآن الإعلام السعودي أنا أعتقد أنه بدأ الحقيقة يخطو خطوات يعني مميزة إلى الريادة. أعتقد أنه في يوم من الأيام بناء على الكلام اللي تقوله والأرقام اللي صارت في المنتديات السابقة والمنتدى إن شاء الله القادم، الحضور هذا يؤكد على أن هناك عطش كبير لوجود جهة مرجعية في صناعة الإعلام. فأنا أعتقد أنه الآن الحقيقة المنتدى متوجه إلى أنه يكون هو شبه الأيقونة لصناعة الإعلام كما يجب. وأنا لاحظت أنه حتى في عملية النشر عن المنتدى دائما في إشارة لصناعة الإعلام، فهي الآن هو منطلق من حقيقة أنه إحنا نتكلم عن صناعة، والصناعة كلها لها مقومات متنوعة ومتعددة، وهذه المقومات موجودة الآن في سجل وفي أجندة المنتديات اللي نظمها المنتدى السعودي للإعلام. صحيح، وهذا اللي خليني أسألك أيضا دكتور محمد، دور المنتدى في تقديم الفرص في رفع جودة صناعة الإعلام في المملكة، برأيك إيش اللي بيقدمه في رفع جودة صناعة الإعلام؟ الإعلام لأنه مثل ما ذكرنا بالنسبة للصناعة يعني في تشعبات عديدة جدا. احنا نتكلم لما نتكلم عن الإعلام نتكلم عن عاملين في الإعلام، نتكلم عن مضامين، نتكلم عن وسائل، نتكلم عن أشياء كثيرة. وبالتالي كل هذه الأشياء ما دام أنها موجودة الآن في هذه المظلة، أعتقد أنه كل واحد كل طرف له علاقة بأي جزئية من الجزئيات سيأتي لهذا المنتدى من أجل أن يتعلم شيء جديد ويتعرف على يعني النوعية في عملية صناعة الإعلام. أقول نوعية لأن المشاركين أيضا أصحاب خبرة عريقة. صحيح. يعني الناس عندهم تجارب كبيرة أخذناها في الشق المهني ولا أخذناها في الشق الأكاديمي، سنجد أنه فعلا في حديث علمي وموضوعي وحقيقي يرتبط بالصناعة وليس اجتهادي وليس مجرد آراء تطرح وبعضها قد لا يكون حقيقة وقد لا يكون فعلا يصيب في صناعة الإعلام. جميل. دكتور محمد، احنا عارفين انه اي تجمعات لما يكون فيها خبراء ويكون فيها ورش لها فائدة على الحضور او على الزوار. الان راح نشوف احنا في ورش كبيرة راح تقام في المنتدى، ايش هي انعكاساتها في وجود الخبرات سواء المحلية او حتى الإعلامية؟ الورش يعني الحقيقة دائما نسمع عنها بشكل أو بآخر، هي أهميتها بأنها تدخلك في الجانب التطبيقي بشكل أقرب وأقوى، وبالتالي من يريد أن يعيش شيئا من التطبيق عليه أن يلتزم ويحضر هذه الورش في الجزئية اللي تخصه واللي يهتم فيها. إذا كانت فعلا هذه الورش وفرت لك الآن الخبراء القادرين على أنهم ينقلون لك تجربة عريقة ربما سنوات، فأنا أعتقد أن هذه الحقيقة فرصة ذهبية لمن يريد أن يطور نفسه بشكل كبير. أنا أشوف الآن تقريبا وأحث حقيقة اللي يدرسون الإعلام أو المهتمين فيه، ليس بالضرورة اللي يدرسون مؤسسات إعلامية يعني متخصصة، لكن اللي مهتم في الإعلام اللي عنده هواية لو ناخذها على مجال السوشيال ميديا على سبيل المثال، الكل يمارس الاتصال، هو جزء من أنواع الاتصال. المهم أيضا يقوم بدور إعلامي، من يريد أن يطور نفسه سيجد في المنتدى وفي ورش العمل بالذات من يقوده إلى أداء أفضل في العطاء. ولهذا أنا أقول من يريد فعلا الفرصة فهي أتيحت الآن، وإن شاء الله بإذن الله يجد فيها ما يريد. أكيد يعني منتدى الإعلام السعودي فرصة لجميع المهتمين بمجال الإعلام. أيضا مو بس في ورش تدريبية، يوجد أيضا جلسات حوار ونقاش. إيش أبرز المواضيع والتحديات أيضا اللي راح يتم مناقشتها في جلسات الحوار؟ مثل ما ذكرت في الأول يعني لأنه الإعلام هو النشاط محوري يخص كل المجالات، بالتالي طبيعي أنه أشوف الأجندة فعلا في المنتدى تتناول أنشطة كلها مهمة للغاية خاصة في الوقت الحاضر. يعني في التنمية نتكلم عن السياحة، نتكلم عن المشروعات الكبيرة الضخمة، تجد أن في لها يعني شق يتناولها المنتدى، وبالتالي سيكون هذا الأمر حاضر بقوة. في هذه الجزئية ودي أتوقف قليلا، بس أنا أقول في مسألة المشروعات الجبارة والكبيرة، يعني إحنا مع رؤية 2030، ميزة الحقيقة رؤية 2030 تجدها في كل اتجاه حتى في مجال الإعلام تحفزه بشكل كبير. صحيح. في وقت من الأوقات كانوا العالم الناس تبحث دائما عن موضوعات قصة تنموية يريد أن يكتب عنها، قد لا يجد هذه القصة التنموية كما يجب وقد يجدها لكنها ليست بما هي عليه الآن. الآن الحقيقة المشروعات اللي في 2030 هي الإعلام نفسه. صحيح. يعني هي يمكن فلسفة مختلفة. اللي مغرقولة أنه الإعلام ليس بالضرورة أداة وسيلة إعلامية تبث، احيانا المشروع الجبار كله يصير اعلامي لانه ايش يستقطب كل وسائل الاعلام لتغطيته، يفرض نفسه على الساحه الاعلاميه. المشروعات هذه اللي الان فعلا اخذت طريقه وما شاء الله نشوفها بشكل كبير، يعني المملكه الان تقريبا على لسان كل شخص يمكن في العالم كله، لا بالك كل يتحدث عن المشروعات الجميله اللي احنا جالسين نشهدها من وقت لاخر. صحيح. اخرها يعني اكسبو وكاس العالم والاشياء هذه كلها. يعني الاعلامي دائما بيبحث عن قصه. اليوم المملكه العربيه السعوديه ورؤيه 2030 هي القصه.
بالضبط، هذا هو هذا اللي نقصده. يمكن أضرب مثل بسيط، يعني نتكلم عن السابق، لما أقول السابق في وقت من الأوقات كان في اعتقاد خاطئ أنه الإعلام هو اللي ينجح المؤسسة. يعني أنت سوي إدارة إعلام قوية عندك وبعدين يقدم المؤسسة بشكل كبير. الإعلام لا يمكن أن يقدم شيئا فعلا فعالا ما لم يكون قائم على مشروعات حقيقية وملموسة يشوفها المجتمع ويشوف العالم كله. إذا المشروعات موجودة تسهل مهمة الإعلامي، إذا هي غير موجودة يصير فيه تحدي كبير وأحيانا قد يقود إلى مغالطات، أحيانا لأنه نحاول نقدم مادة إعلامية وربما ما تخدم بشكل كبير. بالضبط. فأكيد مثل المنتديات هذه أنا أعتقد أنها مفيدة ووجودها أيضا مفيد. يعني أنا شهادة حق تقال في الموسم الماضي في المنتدى السعودي للإعلام كانت في مبادرة اسمها كن مذيعا، يعني كنت أحد المشاركين في هالمبادرة، تم ترشيحي لخوض أحد الدورات ولله الحمد تمكنت من خوض الدورة وأنا الآن أمثل هيئة الإذاعة والتلفزيون بأحد قنواتها SBC. هذا بمعناته أنه في تمكين، أنا مجرب هالشيء هذا. الحديث عن المسارات اللي راح نشوفها الآن في هالدورة، في جوائز، في تكريم راح نشوفه، إيش انعكاسه على تكريم الأسماء أو تكريم الناس المميزين في الإعلام؟ هو بالمشك كل ما يكون فيه جهة اعتبارية تعطيك الـ 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 يعني الـ المكان اللي تستحقه سواء من خلال جائزة أو حضور أو ما إلى ذلك، كل ما يكون هذا حافز وقوي للشخص نفسه أنه يبدع ويعطي بشكل أكبر. الجوائز اللي تحدث عنها بالنسبة لمساراتها أنا أشوفها فعلا تصنع نوع من التنافس المحمود، التنافس المطلوب. صحيح. بين الأنشطة المختلفة، إن جاء على مستوى السوشيال ميديا، إن جاء على الإنتاج الإعلامي، البحوث وما إلى ذلك، نجدها الحقيقة حاضرة بقوة. هذا الأمر أيضا حتى مع الزمن سنجد أنه فعلا له قيمة أعلى وأعلى، يعني هو ينمو أيضا بشكل جميل، وأيضا وضعنا أيضا زي ما يقولون إيدينا على الطريق الصحيح، وإن شاء الله بإذن الله نرى ثمار أكبر وأكبر بإذن الله. بالضبط. جميل. أكيد اليوم الإعلام بينقل صورة للعالم ورؤية 2030 للعالم وجميع الفعاليات اللي بتحصل أيضا في المملكة العربية السعودية. أيضا في المنتدى راح يكون في جلسة بتركز طبعا على كأس آسيا لعام 2034 وأيضا إكسبو 2030. برأيك إيش أهمية هذه الجلسة في المنتدى؟ والله هذون بالذات المشروعين الجبارين الحقيقة واللي يهمي المملكة ونهمي أنفسنا على يعني تحققها. هذه الآن هي حديث العالم الآن، يعني كل ما جاء فرصة وحديث عن ربما كأس العالم مع امتداداته بعد كم سنة وين بيصير في صرف المملكة، بالتالي هذا الحديث في وسائل الإعلام كله هو انعكاس للنشاط الحقيقي اللي تم لإنجاز موجود فعلا يسهل حتى على الإعلام تقديم النشاط بشكل كبير. النقطة اللي أنا ودي بس أركز عليها في هذه الجزئية هو فعلا هذه الأنشطة خلاص يعني هي قدمت المادة أو القصة المطلوبة، بقي الآن كيف تقدم هذه القصة. إذا لم نخدم القصة كما يجب أيضا إعلاميا وفقا للأسس الإعلامية، وهذا المنتدى يعني متأكد أنه يقود إلى التعرف عليها بشكل أو بأكبر، نكون قصرنا من جانبنا كإعلاميا لما نتحدث الإعلام في خدمة مشروع جبار يستحق أنه فعلا نهتم فيه كلنا على المستوى. أكيد دكتور محمد، هو المنتدى السعودي للإعلام يعني راح يكون بنسخة الثالثة، راح يكون أيضا يعني تجمع كبير وتظاهرة إعلامية كبيرة، فأكيد المشاركين راح يتواجدون. وأيضا بالمناسبة يعني أعلن في أواخر شهر يناير عن المسجلين، تقريبا وصل إلى حوالي 10,000 مسجل، هو لسه ما بدأ، اللي راح يبدأ إن شاء الله في 19 أو 2021 من هالشهر إن شاء الله. حنا أكيد نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الحيزان، هو عضو مجلس الشورى السابق والمستشار والخبير في الإعلام. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية دكتور، نورتنا في استوديو SBC. وأكيد مشاهدينا نحن مكملين معاكم حلقتنا لليوم، راح نتوجه لفاصل قصير، خليكم قريب. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أكيد الهوية لا تبنى ولا تنمو في عزلة، بل بالتفاعل مع الآخرين في مجتمع يربطهم فيه رابط قوي، سواء كان اللغة أو الدين أو العادات أو الجنسية وغيرها. إذا كان لديك هوية إذن أنت موجود، وكل ما كان لهويتك تأثير كبير كل ما كنت أقوى. أسئلة كثير بتطرح نفسها تلقائياً لما نتحدث عن الهوية الشخصية، عشان كذا بنستضيف اليوم المدرب الأستاذ عادل اليزيدي، وهو متخصص في بناء هوية الأفراد والمنظمات. ويا هلا وسهلا فيك، نورتنا في استوديو SBC. أهلا وسهلا وحياكم الله، وأشكركم على الاستضافة وأشكركم على طرح مثل هذا الموضوع. يا هلا وسهلا فيك. وفي البداية أكيد حابين نتعرف على معنى
الهوية الشخصية، وأنا كفرد إيش الفائدة إني أعرف معنى الهوية الشخصية؟ جميل. طبعا الهوية الشخصية مفهوم عميق جدا، واختلف فيه الكثير من الفلاسفة والمنظرين في هذا المجال. الفكرة فيه يعني في عمقها أن تختلف من الداخل والخارج. فلما نعرف شخص نقول هو، وهذا جذر الهوية. فلما نعرف شخص نقول هو بناء على ماذا؟ على ما يظهر منه. صحيح. ولكن الفكرة أن الهوية هي ما يظهر من الشخص سواء بوعي أو بغير وعي. والإشكال هنا في بغير وعي. فلما نظهر بشكل معين نعتقد في قرارة أنفسنا أننا قد ظهرنا بثقة، باتزان، بنضج، بحكمة، ربما بغير الوعي نظهر بشكل آخر ويفهمنا الآخرين من خلال هذا المدخل. جميل. طيب أستاذ عادل، إحنا لما نسمع هوية لكل منا لازم تكون له هويته الخاصة. حتى الآن المنتجات التجارية برضو لها هويتها الخاصة، لكن أنا كإنسان أو كشخص متى أعرف إن هويتي المزايا الفلانية والسمات الفلانية؟ كيف أحدد مسار هويتي؟ طبعا تحديد الهوية يأتي من الخارج وليس من الداخل. والإشكال فيه أن له جذور من الداخل، والجذور هذه قد تهيئ للشخص أن يقوم بهذه الهوية أو لا يقوم بهذا الدور من الهوية. نأخذ على سبيل المثال شخص يدخل في مجال الإعلام مثلا، بما أننا في هالمجال، شخص يدخل في عالم الإعلام مثلا، إذا لم يكن لديه استعداد من الداخل لأن يقوم بهذا الدور، فبالتالي يحتاج لتدريب حتى يصل للهوية، وربما بعد التدريب ربما لا يمكن له أن يقوم بهذا الدور. بعض الناس يعني لم ييسر لهم بعض الأمور في الحياة. إذا اكتشف الإنسان الدور الصحيح الذي يمكنه القيام به، لابد أن يعرف أمرين: من هو ومن الآخر. جميل. فالإعلامي مثلا إذا فهم أنه هو الإعلامي، الصوت الذي يصل للجمهور، الصوت الموثوق، الصوت الذي يعني يصدقه الناس تلقائيا، ويفهم من الآخر. الآخر هم مثلا أشخاص يحتاجون النصيحة، الحكمة، الفائدة، الإثراء في مجالات معينة. فإذا فهم هذا السؤالين وعرف الدور من إيصال رسالته مثلا، يفهم من خلالها أنه لن يكون الشخص صاحب الاسم مثلا فلان في الاستوديو أو في مجاله أو في منصة إعلامية، بل يكون الإعلامي الذي يحتاج الناس ليوصلوا أو ليوصل رسالته ويحقق مرادهم من خلال تلك المنصة. وهذا الإشكال اللي أحيانا يكون يعني عند الناس، أنه يأخذ الوظيفة مثلا أو يأخذ دور معين في من أدوار الحياة، أي دور، سواء أبوة، في زواج مثلا، في أو طلاب وظيفة بشكل عام، خلينا بشكل عام. جميل. لما يدخل الشخص يتوقع أنه سوف يكون بهوية معينة تلقائية. وهذا الإشكال الذي يكون صدمة في بداية في بداية المشوار دائما. تلاحظ يعني فيه خروج عن الوظيفة مثلا، أو إشكال في عالم الزواج في أول السنوات. وعي الشخص بدوره وبهويته، مثل لما ذكرت بالبداية ذكرت أيضا موضوع عدم الوعي. إيش علاقة عدم الوعي بهويتي، بمشاكل الحياتية؟ كيف ممكن عدم وعي الشخص بيأثر على هويته وبيسبب له ممكن أيضا بعض المشاكل؟ هو لما نذكر عدم الوعي نفهم أن الشخص يأتي بتلقائية لما يحتويه، ربما من هموم، مشكلات، ربما من طموح وأحلام، وهذه ربما كلها في العقل اللاواعي ربما، ويأتي بوعيه أنه سوف يكون شخصا معينا. إذا كان كذلك فربما مشكلة معينة في داخله تطرأ بشكل غير متوقع في ذلك الموقف، وهو لم يعي لها. مثال: أن يكون شخص في مجال معين ينتظره الناس ليقوم بأمر معين، ولكنه يلتقي بشخص ممكن يكون بينه وبينه خلاف مثلا بسيط، أو ود سابق مثلا، فيتحول من المؤدي لذلك الدور إلى شخص مختلف، إلى هوية الشخص نفسه. لذلك عدم الوعي بالهوية
بالعامي يورط الإنسان، يورط الأشخاص، يعني يجب الإدراك بهوية الشخص ويتعمق فيها بشكل أوسع. طيب أستاذ عادل العلي أسألك كلام، احنا عارفين أن الشخص أو الإنسان ابن بيئته، الآن ما مدى تأثر أو تأثير المعتقدات لدى الشخص في صناعة هويته؟ أكيد القيم لها دور في صناعة الهوية، قد تتضارب قد تتفق وقد أيضا لا تلتقيان، يعني كمبادئ وكهوية، كيف هو التأثير عليها؟ المعتقدات كما يقولون الهوية تبنى على بساط من القيم. أيوة. والمعتقدات هي الأساسات للهوية. في كل بيئة لها معتقدات معينة وقيم دافعة. القيم الدافعة لأي هوية تبحث دائما عن معتقدات، مثل قيمة الكرم مثلا، فلا بد أن يكون هنالك معتقد يؤيد أو دور يؤديه الشخص حتى يحقق قيمة الكرم. فيؤدي مثلا دور إكرام الضيف، الصدقة من هالقبيل، هذه معتقدات يؤدي من خلالها القيم. الإشكال أن يكون لدى الشخص قيمة مثلا التميز بين الناس، ويكون هنالك إشكالا في اختيار المعتقد أو البيئة تفرض عليه معتقدات خاطئة. يعني لا هوية بلا قيم، لا هوية أبدا بلا قيم. والمعتقد لما يكون مثلا من قبل المجتمع في مسألة التميز، يأخذ من المجتمع أن يكون صاحب مثلا يعني بوجاهات مثل سيارة، مثل ماركات، من هالأمور كلها حتى يظهر بشكل جيد أو كهوية. وهذه الأشياء تظهر للعارفين في مجال الهوية أن الهوية قاصرة، أن الهوية فيها إشكال وتحتاج تعديل بشكل كامل. أستاذ عادل، ذكرت أن الهوية هي القيم، هي المعتقدات. هذه القيم وهذه المعتقدات بعض الأحيان عند بعض الأشخاص ممكن تكون متغيرة، هذا بمعنى أن الهوية متغيرة، صحيح؟ كيف ممكن هذا التغيير يكون لصالحنا؟ في كل مجال هنالك قيم دافعة. فوجودي بينكم في هذه اللحظة لدي قيم دافعة، ولكن لما أخرج وألتقي بأصدقائي تختلف القيم الدافعة، ولما أذهب إلى بيتي وألتقي بأبنائي هنالك قيم مختلفة. قيم الأبوة مختلفة عن قيم الصداقة، مختلفة عن قيم الدور الذي مطلوب من الشخص أن يؤديه. صحيح. فإذا لم يكن يعي الإنسان بهذه القيم سوف يؤدي نفس الهوية في كل مجال، فتجده في البيت هو نفسه، في العمل هو نفسه، مع أصدقاء هو نفسه، مع في لو غير كذا بعدين بيقول هذا الشخص بوجهين. وهذا الإشكال، هذا الإشكال في موضوع الهوية، أنه يقولون هذا الشخص أبو وجهين. ولكن لما نستذكر مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان يلاعب الطفل، وكان يسابق عائشة رضي الله عنها، وكان يقود الجيوش، وكان يسامر أصدقاء الصحابة رضوان الله عليهم. فتعدد الهويات لدى الشخص لا يعني بالضبط تعدد الوجوه، وإنما مرونته في التعامل مع المواقف المختلفة والأدوار المختلفة. وغير ذلك يعني أستاذ عادل لو حتى ريم، إحنا الآن لو ترجعون شوية لقبل 5 سنوات، أنت لست أنت قبل 5 سنوات وقبل 10 سنوات، وأكيد أنك بعد 5 سنوات ما راح تكون أنت. فأكيد أن الهوية فلسفة عميقة، ولكن الأهم أن الواحد يحاول يبني هويته على قيم وعلى معتقدات إيجابية وتكون راسخة تؤثر فيه وتؤثر أيضا بمن حوله. أكيد مشاهدينا الكرام، فنشكر ضيفنا في الاستوديو المدرب عادل يزيدي، وهو متخصص في بناء هوية الأفراد والمنظمات. يعطيك العافية أستاذ عادل، شكرين لك. الله يعافيكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا لك أكيد على هذا الحوار العميق، وأكيد من الطبيعي ومو من العيب أن الشخصية أو الهوية تتغير، لكن كيف ممكن نجعل هذا التغيير يكون إيجابي وتغيير يكون في صالحنا. أكيد نشكرك ومشاهدينا، نحن بكذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وأكيد اللقاء يجدد معاكم غدا في نفس الموعد، ونقول لكم في أمان الله.